إلى عدن والتي شهدت أمس تظاهرة مليونية عصر يوم السبت للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني المختطف لدى قوات المجلس الانتقالي في 13 من يونيو الماضي. وعلى الصعيد، حملت اللجنة الأمنية العليا في عدن عناصر مندسة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية إثارة الشغب والفوضى التي رافقت التظاهرات التي شهدتها مديرية خور مكسر والتي رافقها إطلاق نار من قبل قوات الانتقالي. وقالت اللجنة الأمنية إنها ستتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار من قبل بعض العناصر المندسة التي حاولت ركوب الموجة على مدى الأيام الماضية وعمدت إلى التحريض والتعبئة للإخلال بالأمن والنظام. وأضاف البيان أن مثيري الشغب والفوضى رصدتهم كاميرات المراقبة والجهات الأمنية المعنية بصدد ملاحقتهم قانونياً وإحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع. وبحسب بيان اللجنة، فإن جندياً قتل وأصيب مدني في إطلاق الرصاص الحي من قبل تلك العناصر المندسة، بينما توفي متظاهر متأثراً بضيق في التنفس. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد فتحي بن لزرق الصحفي والكاتب. سيد بن لزرق، أهلا وسهلا بك. إذن اللجنة الأمنية تتوعد بملاحقة عناصر من الانتقال أثارت الفوضى، يعني وخرجت اللجنة الأمنية ببيان متأخر من مساء السبت وضعت النقاط على الحروف. برأيك إلى أين تذهب الأمور في عدن؟ اولا للتصحيح، البيان اللجنه الامنيه لم يقل ان العناصر المندسه من الانتقالي، هو قال ان هناك عناصر مندسه لكنه لم يقل انها من الانتقالي او غير الانتقالي، هذا لا. للتوضيح. ثانيا، فيما يخص الى اين ستذهب الامور، واضح جدا ان القضيه ربما هي في طريقها من التصاعد ما لم يكن هناك تحرك حقيقي لتقديم المتسببين الاساسيين في جريمه اختطاف المقدم عشال إلى القضاء وإلقاء القبض عليهم قبل ذلك. دون وجود الرؤوس الرئيسية الكبيرة التي طلعت أو ربما تورطت في هذه القضية، للأسف الشديد حالة التصعيد ستستمر، وأهالي المجني عليه والناس والمجتمع المدني والمشايخ والقبائل في أبين وفي كافة المحافظات للأسف الشديد هم سيواصلون عملية الضغط حتى وصول الجناه إلى القضاء. دون وصول الجناه إلى القضاء، نحن أمام ربما عملية تصعيد غير محسوبة العواقب، والأفضل للجميع والأفضل للمجتمع والأفضل للسلطات والأفضل لكل الأطراف أن يكون هناك تحرك حقيقي فيما يخص الأمن تجاه أبرز المطلوبين أمنيا في هذه القضية، دون أن يكون هناك تحرك أمني فيما يخص هؤلاء المطلوبين. للأسف الشديد لن يكون هناك أي حلول، القضية واضحة، هناك جريمة وهناك مرتكبي جريمة، ومرتكبي الجريمة هم عناصر معروفة ومحسوبة للأسف الشديد على بعض الوحدات الأمنية. وإذا المعادلة بسيطة جدا، هناك جناه وعلى السلطات الأمنية أن تلقي القبض عليهم عبر الانتربول، عبر السلطات المحلية، عبر الاستدعاء الودي، عبر أي طريقة. المهم القضية لن تنتهي إلا بوجود هؤلاء أمام القضاء وفي السجون، لكي يقول القضاء كلمته ولكي يكون هناك احترام حقيقي فيما يخص النظام والقانون، والتأكيد أن أي شخص سيرتكب جريمة في الأخير سيمثل أمام القضاء. هذا ما أراه، أعتقد أو ما أراه أنه خلال الأيام القادمة سيحدث. نعم، هذه الحلول التي تفضلت بها، يعني هل من الممكن تطبيقها الآن بعد، يعني كنا نتحدث عن مصير مختطف وملاحقة مختطفيه، الآن نتحدث أيضا عن ضحايا سقطوا، يعني نتحدث عن يعني بالأمس كان هنالك اثنان من الضحايا في هذه التظاهرات. برأيك يعني لغة العقل من التي سيتكلم بها حاليا؟ لغة العقل دائما وابدا يجب ان تكون حاضره. التظاهرات التي دعت لها مليوني العشار كانت سلميه، تعامل ايضا قوات الامن كان ايجابي، كل الاطراف للامانه ابدت روح من ربما نقول التسامح او ربما العقلانيه حتى اللحظه، كل الاطراف تؤكد انها مع
مظلومية أسرة آل العشال مع مظلومية الكثير من المستوطنين والمعتقلين والمخفيين قسرا، وبالتالي لا حل، لا حل أمام كل الأطراف إلا تفعيل قانون، تفعيل دور القضاء، تفعيل آلية القبضة الحقيقية، تقديم المتورطين إلى النيابة العامة. هذا هو الحل الوحيد والبسيط. هذا الحل إذا تم اختصار الوقت، تم اختصار الفترة الزمنية، تم اختصار الكلفة، تم اختصار الاضطرابات، وتم قلب هؤلاء إلى القضاء، أعتقد أن القضية ستنتهي بنهاية كاملة، لأن أساسا أسرة عشان وكافة الأطراف التي تطالب بالتحرك هي لا تنويت تحويل القضية إلى سياسية، والقضية أساسا ليست قضية سياسية، هي قضية جنائية. هناك مختطف مخفي غير معلوم المصير، وهناك جناه واضحي المعالم ومعروفين بالاسم، بالتالي لا حل إلا أن يتم تقديم هؤلاء إلى القضاء. نعم، شكرا لك الصحفي فتحي بن لزرق.